طيب اسألي الأولاد، طالما كانوا عنده أكيد بيعرفوا شو القصة. لا، أنا إذا ما حكالي هيثم ما بقدر أعرف من غيره. طيب معقولة تضلي قلقانة هيك وبإيدك تحلي اللغز يلي تعبك؟ أنت شو بتتوقعي تكون القصة؟ والله ما بعرف. شو رأيك أنا أسأل غيث؟ لا، بخاف يزعل هيثم. حيرتيني. هلا اتركينا من هالقصة، ليلي شو أخبار الصالون عندك؟ على حطة إيدك، عم فكر سافر لي كم يوم على دبي، منه بغير جو وبحضر معرض بتعرف فيه على آخر التصريحات والقصات لهالسنة. والله ما بتقصري. المهم إني أطمن عليك. طمني حبيبتي، أنا منيحة واليوم داومت بالمدرسة. بس لسه ما ارتحتي. أنا بس شوف البنات برتاح. مثل ما بدك، المهم تديري بالك على حالك. أنا خلود من سوريا، أنت شو اسمك؟ بابا. إيه بابا. معقول قاعد على الإنترنت والأستاذ صار له ربع ساعة مستنى بالصالون؟ بابا كنت عم بعمل شات مع رفيقتي بالسويد، هلا بطلع من الإنترنت وبجي. وصلتي على السويد كمان؟ بابا وقفي لي الإنترنت هلا والحقيني على الصالون، الأستاذ صار له زمان عم يستنى. أستاذ عربي وأستاذ جغرافيا وأستاذ فلسفة، إيش بدي أخترع قمة أنا بهالبكالوريا؟ لك حالك ودودي، الحقيني بسرعة. ولي شو عرفوا إني عم ودود؟ هيك لكان ماشي الحال. شوفي يا أنسة رنا، هذا مكتبي أنا وأنا حر فيه، بقى بحط ورقي فوقه ولا تحته، على اليمين ولا على اليسار، أنا حر، ويلي مو عاجبه يروح يدور على وظيفة تانية. أستاذ ماهر. أخي مثل ما قال أبوك كل شيء بوقته حلو وخلصنا. بس ماما وخالتي مها لازم يعرفوا الموضوع، لازم ينحسن بقى. يعني أوكي عمك كان متزوج على خالتك ما اختلفنا، بس يوم يومين ثلاثة الأمور بترجع لمجريها. المهم إنه بنت عمك هبة قاعدة عند عالم غرب. قاعدة عند هبة؟ أيهام سألتكم مين هي هبة؟ دبر الموضوع بسرعة قبل ما يخطح الدنيا. يومين حبيبي تعال اقول لك. لك انت من امتى هون؟ من لما قلت له. بس ماما وخالتي مها صار لازم يعرفوا عمك وكان متجوز على خالتك. خلصنا يوم يومين والامور بترجع لمجريها. حافظ بيها عربك كوبي. هلا قل لي عمك مين متجوز؟ لا وقف. شو بك انت؟ شو بك؟ بدها تخلي امك تسمع يعني؟ طيب احكوا لي مين هي هبة؟ صحيح عمكم طلع متجوز وحده غير خالتكم مها؟ نعم يا سيدي. علاء بس عمو حسان ميت. ايه مزبوط، متجوز قبل ما يموت. كيف يعني؟ ايهام حبيبي هذا اللي سمعته ما بدنا حدا يعرفه ابدا، ها خصوصي ماما. يعني سر؟ ايوه سر، وضل بيناتنا بس نحن الثلاثه، مفهوم؟ ليش؟ لأنه ماما اختها لخالي مها، وإذا عرفت رح تزعل على اختها كتير وترجع تمرض من أول وجديد وتقعد بالفرشة. بدك ماما ترجع تمرض من أول وجديد؟ لا. طيب معناتها اللي سمعته هلأ هون بالغرفة ما بيطلع لبرا مهما صار. ايه مهما صار. طيب مطر قصدي غيث، تخيل عينك فيك تجيب لي كاسة مي؟ عطشان كتير. شو حبيبي؟ إن شاء الله صدقت حالك. روح انضرب عبي مي شراب لحالك. بروح بس خايف من عطشي يقول لي عرفته لماما. لا لا حبيبي أنا بجيب لك كاسة مي براسي. عود لك هون. أوه
وأصبحت شخصية غير شخصيتهم، وأحلامي لا تشبه أحلامه. كيف؟ كيف؟ أشعر بغربة عن كل ما يحيط بي. أنا حزينة، حزينة جدا. كاسة الحليب ماما. ماما بقدر أشرب عصير بردقان؟ بس يا ماما. خلص ماما ماشي حأشرب. كثير ماما تفتخري فيني قدام الناس انه انا بنتك بسمع الكلام وبشرب الحليب قبل ما انام. تصبح على خير. أشعر بأنني في جزيرة مهجورة لا يعيش فيها معي غير الحزن، وأمي وأبي يعاملونني دائما على أنني ما زلت طفلتهم الصغيرة التي يفرضون عليها كل شيء حتى لون جواربها. كيف أستطيع أن أجعلهم يفهمون أنني كبرت وأصبحت شخصية غير شخصيتي وأحلامي لا تشبه أحلامه؟ كيف؟ كيف؟ أشعر بغربة عن كل ما يحيط بي. أنا حزينة، حزينة جدا. شيشك بنجدو ليش هيك؟ داخل ايه؟ داخل ايه؟ باللعب الطاولة؟ نضال احكي لي في شيء؟ أنا نعسة تصبحوا على خير. شبه نضال؟ شو في؟ الله يسامحك. مشان نتفرج على الاخبار ولا على علم الحيوان؟ اي شيء احسن من القعده بالغرفه. يا مو احسن، على القليله هون عم بعمل اللي بدي اياه. اذا عم تدرسي معك حق. اي بس انا ما عم بدرس. كان شو عم تعملي؟ عم بقرا قصه. قصه؟ هاتي فرجيني. شو ها؟ قصه غراميه؟ اي شو المشكله؟ ما بتخافي لابوك يدخل يشوفها بايدك؟ بخاف لك ما بخاف. ليش قاعدة ورا مكتبي وعاملة حالي عم بدرس وحاطة طبقة بالكتاب؟ لا عندي من امتى بتعملي هيك؟ من وقت ما تعلمت انه الصدق ما بيجر غير الضرب والاهانات. يا بنات يلا يا بنات قوموا على العشاء. يلا ماما يلا. هاتي عندك ماما هاتي. وانتي مراح ما بدك تتعشي امي؟ لا ماما ماني جوعانه. شلون لك امي مالك جوعانه وغدا ما تغديتي؟
عن جد مو جوعانة. تفضل استاذ، هاي مذكراتنا. شكرا استاذ وليدك. ام رفيق؟ خير استاذ، في شيء؟ ام رفيق، انا بعرف انه تقلت عليكي بموضوع هبه، بس يعني كل يومين ثلاثه وبتعرف ام غيث بالموضوع بتنتهي القصه. ان شاء الله لا تحكي هيك، الله يخليك لا تحكي هيك. طيب انت بتعرف قديش انا هلا مبسوطه، كانت الوحده قاتلتني، ريحتني من الوحده البنت. طيب وين هلا؟ عم تعمل لك فنجان قهوه بالمطبخ. طيب ممكن تنادينا؟ جاي على بالي احكي معها شوي. على فكره ما بتصدق قديش البنت طاير عقلها من الفرح انه طلع لها اولاد عم، مو مصدقه انه في لها قرايبين. خير يا ترى حنان، شو رح يكون موقفها لما بتعرف الحقيقه؟ هذا ابني. أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي. رهف شوفي شوفي، ما بعرف سمعت كأنه رهف عم تصوح. يا أمي رهف، تيتا ردي علي. رهف فيكي شي حبيبتي؟ يا رهف قليلي شو بكي. رهف تيتا حبيبتي شو بكي؟ الكابوس مو هيك؟ طيب يا تيتي ليش بتسكري الباب على حالك؟ يعني بدك تقطعي قلبي اكثر ما هو مقطوع؟ تيتي جيب لك الفرشه تبعي، نام هون جنب منك. لا تيتي لا، خلص خلص. طيب انا راح اطلع بس انت لا تقفلي الباب وراي. تصبحي على خير حبيبتي. يعني عن جد أنسة عجبتك؟ أنا بهيك موضوع ما بحب جاملة، بتعرفي ليش؟ لأنه بالمستقبل بجوز تكتشفي عكس هالشي، فبكون أنا ظلمتك وما ساعدتك. ما قلت لك إنه الأنسة حنان الوحيدة اللي ما ممكن تجاملك؟ يعني عن جد أنسة قصة حلوة؟ هي حلوة، بس أنا في عندي هيك بعض الملاحظات، بتمنى إنك تتلافيها بالقصة الجاية. إيه أنسة أنا عم بسمع. بناتنا احباني انا شوي كانه ما هي احبانتي لك شي جرام طعم. لك انتم منتبهين انه نضال خلفاني عدوانيتها وسالتها ونكشاتها ونعراتها للبنات على الرايحه والجايه؟ بلا، امبارح كنت ماشي انا وياها بالباحه قام شافت طالبه صف 10 عم تبكي، هجمت عليها هديك انقطعت قلبها انه ولي. اجت نضال طلعت محرمه ومسحت لها دموعها، انا فلجت. فلك نضال شو الحنيه اللي هبت عليكي فجاه؟ عملت حالها ما سمعت شي ومشيت. لا فعلا عن جد خلفاني عدوانيتها. امشي مضبوط. وبنت الحادي عشر اللي صفقتها امبارح كف قدام البوفيه، وبنت العاشر اللي سحبنا لها شعراتها من ايد النضال بالزور قال شو بس لانه تملست على مشيتها. نحن ما قلنا للبنت صارت ملاك، بس نضال متحسنه ومتغيره، على الاقل نحن خلصنا من خبطه ولقطه على الطالعه والنازله. اهلين وسهلين بابو النضل. نورت. شو الترتيب صبايا؟ بنات غيروا الموضوع. ليش ليغيروا الموضوع؟ عم نحكي مواضيع بنات تافهه، قلنا ما بدنا نزعجك فيهم. ايوه ومين قال لك اني انا بدايق من النكشه؟ حبيبي طول بالك ليش بدايق؟ بعت لكم حمى انتوا البنات شو سخيفات، عن جد ما هو حاني ضل ما يحكي معكم. تعالوا نضل تعال تعال تكبر قلبي. هذا يا سيدي
لك ليش عم يضحكوا؟ لك هاي بتكون رزان عم تحكي لها شي نكتة سخيفة منك. تعال رايح شوف لك انا شو الموضوع. ايه انا رايح معي. لك شو بدك بهالموضوع يعني ضال قصص سخيفة بشوفه بجي بحكي لك قاعده. سماح اوي اوي. شوفي ياسمين، قبل ما نبدأ بأي نظام غذائي بدي منك توقفي على المراية وتقولي أنا حلوة وبحب حالي، بس كمان بحب كون أحلى. وبعدين هالكليات الزايدة اللي مكومة هون وهون بدي دوبها لحتى ريح قلبي وعضلاتي. أنسى كيف بدك يعني أحب حالي وأنا بهالموديل؟ إلا حتى تغيري هالموديل لازم تحبي حالي، وبعدين منبدأ بالنظام الغذائي. وبطل أكل؟ نبطل أكل غلط، بس نخفف أكل صح. يلا يا أخوانا. قصدي ياسمين التخينة. على علم القصة مو بشكلها، في بنات كتير حلوين من برا بس من جوا فاضيين. حبيبتي أنا اللي بعرفه إنه اللي ما بيطول العنب بيقول عنه حسرم. لسه شافت حالك رح تلقى. لا 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 بدك تنتبهي معي كتير منيح. شافت الحال لما بتكون بمحلة يصير اسمها ثقة بالنفس. أيوة على الحالة. رفيقتكم ياسمين السمينة إيه ما عنده جنس ثقة بحالة. إيه بس على القليلة شاطرة. إيه ايه تروح تنقع شطارتها بمي وتشربها. امشي غادة. وليما اغلظك وليما اغلظك. معقول يا بنات قديش عنا نفسيات مريضة في المدرسة بس مثل هالزمكة ما في ولا رح تشوفي حبيبتي. بدي منك تخففي الاكل وما تحرمي جسمك من اي شيء متعود عليه، لانه بمجرد ما نوقف الرجيم رح نلاقي حالنا هجمنا على الاكل هجوم وحشي، وهالكليات اللي نزلناها باسبوع رح نرجعها بيوم. اتأكدي تمام، اللي بينزل بسرعة بيطلع بسرعة. بس أنا بدي أنحف أنسة، طقيت من شكلي. ايه خطوة خطوة. بديتي تخففي فطورك وغداكي مثل ما اتفقنا؟ طبعا أنسة. طيب وقت بتجوعي شو عم تعملي؟ يعني عم بلتهي بأي شيء مشان أنسى الأكل. طيب ياسمين، في نادي رياضي قريب من بيتكم؟ ايه في بأول الشارع. إلا كان من بكرة بتروحي بتسجلي فيه وبتلعبي رياضة، وبدي منك كل يوم تمشي نص ساعة ساعة، لأنه الرجيم بدون الرياضة بيرخي العضلات وبيشوه الجسم. بس يا أنسة أنا المشي بتعبني بضيق لي نفسي. طبعا لأنه هالدهون المتراكمة فوق قلبك عم تتعبه وتضغط عليه. بالأول رح تلاقي شوية صعوبة، بس شوي شوي ومع الإرادة رح تشوفي نتائج بتطير العقل. جان الله ما بقدر يا بنتي ما بقدر. الله يخليكي آخر مرة بس اليوم. رضاي عليك عم قلك ما بقدر. سكي 50 ليرة. 100. شوفي 75 ليرة ولا قرش زيادة. وين بدك تروحي؟ عزمني خطيبة على موزة يطلع بهالبرد والزمهرير. انت شو بدك هاتي 75 ليرة؟ خلص لك حبيبتي وين شنطتك؟ لك رح اطالعك من باب الإدارة. اسكتي كم هير. انت متأكدة من هالحكي؟ طبعا متأكدة، شفتها بعيوني هدوني اللي بدي ياكلون الدود وهي عم تنط من فوق السور على الشارع. هالعمال هالجيل شو هذا؟ شو هالقلش ادب؟ هيك وصلت معهم يعني؟ جيل بيخوف انسة. طيب روحي انت امسادة وانا بكره بعرف شغلي معها. مشي. شو ها؟ يخرب بيتهم يخرب بيتهم. شو ها؟ ايش وسعديت انا مربية عندي؟ كل الصور والتحاليل اللي عملنا له اياها بتاكد هذا الشيء. شوفوا معي. معك ها. الو مطعم الرواد. فانا بتوقع انه هذا اليوم يدخل التاريخ، وبتوقع كمان بانه يكون طبخ لنا السجقات والابراق. لا قوي قلبه. وي احلى صحن سلطه وتبوله. برافو. سلطه وتبوله. وين غدا؟ اجمع 1 2 3.
هاي لا غلا ولادي. شو هذا؟ شو طابخ عند الجيران؟ يعني مو عند الجيران، انا متوقع يكون ابعد شوي عند الحرام ابو احمد الاخر. والله لا طبعا لانه بعرفه انا كسلان. انا فيه شوف شو المفاجاه. شوف 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 شو جاي يا هاي. احلى لحمه مشويه وكباب ومكفرة. أكل جاهز. أوكي خلاص. وعدكم وعد أكيد مني. كل ما بيكون دوري بتحضير الغداء رح طعميكم أكل جاهز. طيب يا أستاذ الكسل أنت المرة الثانية كسب تريد. سوي لنا صفيحة لأنه صار زمان ما حدا. إيه مو تكرم عيونك يا أبو غيث. طيب يعني هلا أنت. أنت ورامي. أي بتفضلوا أكثر؟ يجيكم صبي ولا بنت؟ يعني صبي او بنت نفس الشيء، اللي بيجي من الله منيح. لك كل العالم بيحكوا هذا الحكي، يعني بدي انتوا شخصيا. انت شو بدك، صبي ولا بنت؟ انا بدي بنت. لك البنت حنونه، وبعدين بس تكبر بتصير رفيقتي، والبيت بلاها بلا روح. يعني هلا نحن بيتنا بلا اختي ندى بلا روح. ليش انت وين رحتي قطوط؟ رايع على الجريدة. ليش عم تسأل؟ لا بس ضايع خلقي، حابة اطلع لي شملي شوية هوا. اطلع، مين ماسكك؟ ما حدا. تاخذني على الجريدة؟ لا ما فيني اخذك على الجريدة لأنه عندي شغل أنا هنيك، رايح لأتسلى. طيب بلاها اليوم روحتك على الجريدة، خدني على السينما، عم يقضوا فيلم باتمان بياخد العقل. ايه بس الأسبوع الماضي كنت بالسينما. هذاك الفيلم رعب. ايها لا تحل غلاصتك علي، يلا فرقني يلا. يعني ما بدك تاخذني معك؟ لا ما بدي اخذك معي، روح برا البحر يلا روح من هون. خلص خلص لا تقصر بطلع. لا معقولة إلا لماما؟ والله بيعملها. أيهومة؟ حبيبي تأخرنا على السينما. الله يوفقك. أيهومة؟ أيهومة؟ علاء؟ إيه؟ شو هاد الكلام اللي سمعته من أخوك أيهم؟ أنا كلام؟ أنا بفرجيك، قلت لك مو عيب عليك. لا اترك أخوك على جنب وقل لي الحقيقة. يا ماما نحن كنا بدنا نقول لك بس شفنا الظروف. شو كنت تقولوا لي؟ والله حاسة حالي قاعدة بهالبيت أنا مثل القطرش بالزفة. لا لا ماما بس أنت كانت صحتك ما صدقنا إيه ما صارت منيحة. يعني هلا اترك صحتي على جنب وقل لي ليش أنزلوك بالفصل من الجريدة؟ بالفصل من الجريدة؟ لا تنكر، أخوك أيهم حكى لك كل شيء. إيه خلص هو. معقولة؟ هو شو قال لك؟ معقولة؟ معقولة انت علاء تتخانق انت ورئيس التحرير تبعك وتحاول تضربه بخراج في الورق؟ خرب لك هو هو يا هو ما بعرف بدي كبر الامور شوي، والقصة كثير بسيطة يعني انحلت ببساطة. ها بعدين احنا ما صدقنا انها صرت منيحة، معقول ماما؟ بعدين انت ممكن تصدقي انه ابنك علاء المدلل يعني والادم يعمل هيك شيء؟ معقول؟ اكيد ما رح صدق لانه انا بعرف شو مربيك وبعرف اخلاقك. لا عم يمزح. خلص ماما طولي بالك، صحيح على صار باخر مدة عصبي وايده بسف الكف بس قلبه طيب ما بيأذي نمرة. تفضلي. ماشي ماشي يا علاء. ايده بسف الكف، اتعلم تحكي. بس حكيت انت خلص هالمرة قطعت بتحذير، بس ثاني مرة ما حد اذي والكلام دج دج بده يصير يصير. تمام روح البس ثيابك مشان اخذك على باتمان. يلا دج دج. مرحبا ماهر، شلونك؟ الله يخليك حبيبي، خذ لنا اجازه ساعيه. اي والله ما ناخذه على باتمان. لك شو بكي رايحة جاية؟ زيغتي لي نظري. طاقة روحي مالي رح أفقع. طلعي شوفي المسلسل رح يبلش. ناقصني بقت أنا مسلسل.
كل بنات حارتنا كل يوم المساء بينزلوا بيتمشوا إلا نحنا مأمورين هون بهالغرفة لا فوتة ولا طلعة. يوم الخميس طالعوا فيلم عربي بالتلفزيون، البطلة فيه كانوا أهلها عم يفضوا لها كل طلباتها. حذري شو عملت لحتى نفذوا لها طلباتها؟ شو عملت؟ أضربت على الأكل. أنتي إذا قعدتي نص ساعة بلا أكل بتموتي من الجوع. رح قاوم بلكي بصير لي ببالي. لا تحاولي لأنك بدك تجوعي على الفاضي. يا رجل طلع لي ساعة ونص بعد ما انطره من عيوني. بتعرف شو؟ يا حسبك مين الختيار بالصالك؟ لا محسوبة كلهم صعيب يا صاحبي. الله ما عليك يا علي. حسير شو؟ أنا برأيي خلي أمك بقى تعرف اللي بدي يصير. لك ما عندي مشكلة تعرف بس كيف الطريقة حتى نخبرها؟ شو بعرفني منفكر؟ شو بدكم تفكروا؟ انت من ايمت بتفوت لعنا على الغرفه بدون ما تدق الباب؟ لو كنت دق الباب سكتت قبل ما ادخل. مو ملاحظ انه الوقت صار متاخر وصار لازم تفوت على النوم؟ اه بعدين لا تنسى انه انا اليوم اخذتك على السينما. بنام بس بتقولوا لي شو كنتوا عم تحكوا قبل ما ادخل. طيب يا سيدي كنا عم نحكي عن. لا تكذبها. شو؟ لا كذب؟ انت عن شد صاير قليل ادب؟ مالي قليل أدب. لا قليل أدب وبدك ترباية كمان. تعال أقول لك تطول بقى بقى تطول بقى 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 نعيش لك أدب حاشت بقى ما يقع وخلاص ماشي. إذا ما أقول لماما أنه طلع أمك متجوز وحدة غير مالتا وعنده بنت ما بيكون اسمي أيها بس جابا خلاص غيس سبحته يا أخوك خلاص لا غيسك واحد خلاص غيث سبحته أيها الخلاص غيث سبحته يا أخوك خلاص لا ماما. إيه بابا حبيبي شو في شو كيف يا يلا جاي فبرنا. كنت بتعرف بتعرف مخبي علي حنان؟ مرة سألتيني أنت مخبي شيء قلت لك إيه وبقول لك يا بالوقت المناسب. هذا هو الموضوع. ما عم صدق راسي رح ينفجر. ما عم صدق ما عم صدق هذا الشيء اللي صار مستحيل. هلا اسمعيني منيح. أنا أول ما عرفت الموضوع الحقيقة صدمت وما كنت عم بقدر صدق. بعدين فكرت انه طيب شو بيطلع بايدنا يعني؟ هذا امر واقع هذا صار. قديش عمرها؟ 17 سنة. 17 سنة؟ ونحن ما بنعرف؟ لا لا انا ما بقدر استوعب الموضوع شلون بدها تستوعب اختي. هيك البنت حنان وبعدين بس تكبر بتصير رفيقتي والبيت بلاها بلا روح. أهل البنت حنونة وبلاها البيت بلا روح. كلام فاضي نقوله مشان نرفع من معنويات البنات. بابا نضال قومي البسي لطالعك معي مشوار. والله ما خرج. طيب قومي نلعب دقين طاولة. ما جاء عبالي. ليش بابا؟ عندي مذاكرة بكرة. طيب مثل ما بدك ابو النضال تصبح على خير. وانت من اهله قال بلا روح قال. هلا اكيد انه بوصل الخبر لخالتك معها. والله حنان بصراحه ما في لنا غيرك. انا يعني انت اولا اختها الكبيره ثانيا متعوده انه تسمع منك. ما في غيرك انت ممكن توصلي لها الخبر بدون ما تزعجيها بدون ما تصدميها. وحده بدكم تقولوا لها انه زوجها اللي مات من 10 سنين طلع متزوج عليها من 18 سنه وعنده بنت وبدكم ما تصدموه. شو هذا يعني؟ بابا قصده انه نقل الخبر على دفعات. والله لو بتقولوا لها بالتقسيط المريح بدها تنصدم وبدها تنصدم صدمه كبيره.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يا لطيف يا لطيف على هالدنيا قديش فيها أسئلة. ألو؟ أيوة. أهلا خالته. أهلا خالته، كيفك؟ لا والله شو نايمين قاعدين هيك عم نتعشى. صحتي تقول كلام مش إنك. لا خالته هذا أيام عم يتغاوص كالعادة. إيه ماما لحظة بس شوي بس لأندهلها. ماما الله يخليك يا ما بعرف يعني ركزي حالك وحكي لي بدك يا ماما. خالته ألو. أهلين ما كيفك حبيبتي؟ الحمد لله. ما بعرف شو بني مالي كتير وضايق خلي. وليش كل هالشي؟ ليش مالي وضايق خلقك؟ قبل ما تسأليني عن أي شي قليلي شو بصوتك؟ ايه صوتك مو طبيعي. موجوعة؟ فيكي شي؟ لا حبيبتي ما فيني شي، بس حاسة حالي هيك شوي بدي رشح يمكن. طيب خلي الأولاد يعصروا لك كاسة ليمون. على كل حال بكرة قبل ما سافر على دبي بمر لعندك المساء. مسافرة على دبي؟ ايه قلتيلي بس ما كنت يعني متوقع انه بهالسرعة تسافري. رايحة انا ورفقاتي قبل المعرض بيومين، قلنا لحالنا نشتري لنا شوية غراض. يا ماما يا حبيبتي شو قصتك؟ ليش ما عم تاكلي؟ ماما ما قالي نفس. طيب شو اللي ساعد نفسك احكيلي؟ ما في شيء، بس حاسة انه الاكل عم ينزل مثل السم على معدتي. سلامة قلبك يا تقبريني، الله يرضى عليك، احكي لي شو القصة؟ أمي، الواحد بيعيش مو بس مشان ياكل، بيعيش مشان يتنفس، مشان ينبسط بحياته. ومين اللي مانعك تتنفسي؟ ما حدا مانعني اتنفس أبداً، مين مانعني؟ ما حدا، خلص روحي ماما روحي انتي كلي، خلص. ليكون بنتك عشقانة وانتي ما عندك علم. شو عشقانة مو عشقانة يا أبو مرح؟ بنتك مرباية أحسن ترباية ما بتعمل هيك. وحدة لا عم تاكل ولا عم تشرب وليل نهار حابسة حالها بغرفتها، شو بدها يكون يعني غير إنها ما تفكر لها بشي شاب صايع من شباب الأيام؟ بنتك ما بتعمل هيك، والله ما بتعمل هيك. أنا رايح أفهم منها شو الحكاية. إذا ما بدها تحكي لي أنا بعرف شغلي معها. عشاني وليه؟ عشاني؟ لك والله لك موتك. توت لك مين وهذا اللي حابسة حالك مش أنا بالأوضة ولا عم تاكلي ولا عم تشربي؟ تقولي لي مين وهذا؟ ولك أحكي ولك أحكي ولك أنت على أبوك أنت عليه؟ هي تركتها. أحكي لك شو؟ ولك أحكي ما تحكي؟ ولك شفت شلون؟ طلع شاكين محله بنتك ما عم ترد لها بحادثة بزبة. ما راح احكي، قولي لأبوكي أي شي. أي شي؟ بدك يا تسكتي بأي شي؟ عشقانة يا كلبة مو هيك؟ ولك ما عم ترد؟ وأنت يا روح أبوكي إمتى بدك تعشقي وتتمعشقي وتسكتي مثل سكتت أختك؟ بس ما راح مو ساكتة لأني عشقانة. لك عن ليش ساكتة؟ ما راح ساكتي من الحبس اللي حابسنا اياها. هلا انا حابسكن؟ بس الحبس مو تسكير الابواب بابا. ايوه بدكن ياني افتح لكم المجال لحتى تفلتوا على كيفكن. نفلت؟ هلا اذا اعطيتنا شويه ثقه وحريه بتكون عم تفلتنا؟ شايفه شلون؟ بناتك كبروا صايرين عم يردوا ويتواقحوا. نحن ما عم نتواقح، نحن عم نطالب بحقنا. هيك لكان طلعي قدامي لشو؟ مشان الله اللي شو بدك تساوي؟ الله يوفقك سوي اللي بدك تعملوا فيها وانتوا قاعدين بالغرفه. الله يخليك يا استاذ فوزي لبرجيكم الحريه اللي بحطوكم. لنشوف الحريه شو راح تفيدكم. مشان الله افتح له يا رب افتح له.
مساء الخير. مساء النور نبيل. شايفتك اليوم راجع بكير، شو ما عندك عمليات؟ كان عندي عملية بسيطة عملتها ورجعت ارتاح. منيح اللي جيت بكير، في موضوع بدي احكي معك. خير؟ خير ان شاء الله. روح اغير ثيابك بما حضر العشاء انا وبعدين بنحكي. شو جابها هي لهون؟ شوفي يا أنسة رنا، هذا المكتب مكتبي أنا وأنا حر فيه، بحط ورائي فوقه ولا تحته، على اليمين ولا على اليسار أنا حر، واللي مو عاجبه يروح يدور على وظيفة تانية. شو مغرور؟ مذكراتي للبنت قلقتني كتير، ومقابلتي مع المرشدة النفسية قلقتني أكتر، مشان هيك لازم ناخد الأمر بجدية أكبر من هيك. يعني برأيك نحن أخذين الموضوع بإلا جدية؟ الظاهر أنه جديتنا سببت أزمة الأولاد، نحن ما عم نحس. بكرة اللي يكبروا رح يشوفوا لوين وصلتهم جديتنا وتربيتنا إلهم، ورح يشكرونا كثير وكثير كمان. أنا بشوف يعني ما في شيء لو عدلنا أسلوبنا ورخينا الحبل شوي. حبل شوي اللي بدنا نرخي يا مديحة؟ يعني خلينا نخف شوي على الأولاد ونسمح لهم يعيشوا حياتهم طالما ما في خطر. ليش نحن ما نعينهم يعيشوا حياتهم؟ يا نبيل، نحن ما نعينهم عن كل شيء، سامحينا نشوفه بس اللي نحن بناهن نشوفه. يعني الكتب اللي بيقروها نحن اللي منختارها، والبرامج اللي بتابعوها كمان نحن اللي منقررها، حتى الأغاني اللي بسمعوها نحن اللي منحددها، لبسهم وطلعاتهم ودخلاتهم وكل شيء. وتوجيهنا السليم إلهن غلط برأيك؟ يا مديحة شو صار لك؟ كل البنات بهالسن بتكتب مذكراتنا النوع هذا طبيعي؟ ما بعرف، قلقانة كتير وحالة لرزان أبدا مو عاجبني. وهلأ شو برأيك تتصرف؟ نفكها شوي. شو هي اللي بدنا نفكها؟ هي اللي هون. فكيها لشوف إذا بتقدري. ها؟ فكتها والله. تعرفي آخر مرة ضحكت من قلبي إمتى؟ إمتى؟ هلا. بابا وماما متحكوا هيك وبصوت عالي؟ لا لا، هذا أكيد صوت التلفزيون عالي. والله هني شو في لحتى عم يضحكوا؟ خير ان شاء الله. جاي وحاملتي إنا معك يا هبة. شو يعني ما بدك تاكلي؟ ما بدي. صارت الساعة 10. إن شاء الله بتيجي الساعة 12. ما بدي أكل ليجي بابا. بس بابا قال إنه بدي تعشى برا مع رفقاته. بس هو دائما بيقول انه ما بتنفتح قبليته غير معنا. صاروا فتحت مع غيرنا. يلا يلا كليلك لقمتين وروحي نامي. رح اروح نام بس من غير عشاء. لأنه اللي حكيتيه بيضحك وكتير كمان. بدي أعرف شو يلي همك بالموضوع. قلتلك إنه كاتب لي بالورقة إذا مو عاجبك الشغل هون روحي لاقي شغل بمطرح تاني. وبتقولي لي شو اللي همي؟ أول مرة بشوف هيك حرب باردة بين اتنين لهلأ ما بيعرفوا بعض. ومين قالك إني ما تعرفت عليه؟ ليش تعرفت عليه؟ إيه تعرفت على خطه المفشكل وذوق الفوضوي، شاب دارس ومثقف ومتعلم وخطه مثل خرابيش الدجاج. شو بدك يا اطلع منه هاد؟ طب شيء هو انتي صادقه ما رح تنش. بدي فوت لعند الاستاذ هيثم واحكي له كل شيء.
مساء الخير. مساء النور. مساء النور. كيفكم صبايا؟ مناح كثير. يعطيك الف عافية. الله يعافيك. يسلموا. شو هالدلال؟ هذا الرنوشة. يعيش بالإيدين. على فكرة مرق اليوم عمكم اللي عندي على الورشة وترجالي نرجع نعيش معه بالبيت. مستحيل مستحيل نرجع نعيش مع مرت عمك مرة تانية. نسيت يا مهند قديش عملت فينا لبين ما لقينا هذا البيت الصغير بيقاوينا بعد وفاة ماما وبابا الله يرحمهم. صحيح نحن عم نعيش هون حياة قاسية، الرطوبة قتلت فيها نص أحلامنا، بس هذا ما بيعني غير نوقف على رجلينا ونصمد. نحن ما بدنا مساعدة غير من ناس بيحبونا يا مهند. والله بحبكم، ما بدي اياكم تحسوا بالحرمان اكثر من هيك. حياتنا بدها تستمر، واحسن نقوم ندور على الامان لحالنا. نحن صحيح حالتنا على قدها بس مستوره، صدقني يا مهند. لقمه صغيره تسكت جواتنا احسن من شبع عمر نكون فيه مزلولين لحدا. خلص خلص مثل ما بتكون، انا رح اقوم احضر لكم العشاء. شو جتك رسالة؟ من روعة. شو برافو والله، صاير في تطور وعم تبعتوا لبعض رسائل بوسيلة حضارية كنتوا رافضينها. غيث الله يخليك بلا غلاظة. بلاها بلاها. شو كاتبت لك بالرسالة؟ يعني شو بدك تكتب لي؟ هيك شغلة أخوية صداقة. 5 سنين عم تراسلوا بعض، آخر شي بتقلي أخوة وصداقة؟ شو يعني فكر أنت ممكن أنا أرجع أفقد عقلي مرة تانية وأرجع حب؟ علاء، الشي الطبيعي إنك ترجع تحب مرة تانية، مو كل البنات مثل سماح. هي بس السبب الأساسي اللي خلى سماح تتركني لساته موجود. ليك علاء، انت مانك ضعيف وما رح اسمح لك تكون ضعيف، فهمتني؟ غيث، غيث الله يخليك اخي، الله يخليك الله يخليك اخي. انا مليت من الاخذ والعطف، فهم علي ممكن اجيب لي السيره. بس لما أتذكر من عطفي. بابا خلود، بابا مساء الخير. مساء الخير بابا. تعشيتوا؟ عم بستناك بابا. بابا انا قلت لكم بدي تعشى برا. بعرف بس لودس ما قبلت، قال ما راح يتعشى لحتى تجي الساعة 12. بابا جيت؟ قالوا له حبيبي ليش ما تعشيتي؟ عم بستناك حبيبتي لهلا. ايه بابا انت بعد اكلت معنا، لسه اليوم بدنا تغدوا لحالكم وتعشوا لحالكم. بابا عندي شغل مشغول. طول عمرك كان عندك شغل بس كنت تاكل معنا. ودايما كنت تقول ما بتنفتح قابلتي غير تكون خلود على يميني ولوتس على شمالي. صوتك. صباح الخير بابا. صباح الخير ماما. لا لا طلع صوت. شو انت بتحضر الفطور؟ يا حبيبي من اليوم دوري، بدي اعمل لكم اليوم بيض على طريقتي. شو ماما وينها؟ مالها بالعاده بتاخر. ماما لساتها نايمه الله يعينها، امبارح طول الليل ما نامت. بتعرف من تاثير الخبريه، يعني الخبريه علينا كانت صعبه، فكيف عليها؟ ساعدك بشي بابا؟ لا حبيبي لا تساعدني بشي، انا لما بدي اشتغل بحب كل لحالي. انصرف يلا روح. خليني ساعدك. روح يا ماما. شش علاء.
واو واو حنان يلا عم استناك يلا صغن نار حتى تعرف قديش بحبك اليوم عملت لك البيت على طريقتي بس انا بحب البيت ماما شو رايك تقول لابوك شكرا واحسن من حكي شكرا بابا العفو حبيبي حنان ليش تبكي لي لهلا طبعا دوري هيثم انت بدك تجيب بنت اخوك لعنا